أدرب شعبي هذا التأخر ماشي كان لأن كنا كنتظروا دازوا فترات انتخابية كنقولوا غادي ندوز الانتخابات دار المجلس أول المكتب الأمانة العامة تسنينا واحد الفترة جات انتخابات جماعية اللي خدمنا فيها معارك ولله الحمد وكانوا من عندنا مناضلين واحد الاستحقاق كثير وواحد النتائج كثيره لا في ما يخص الجامعات ولا في ما يخص البرلمان ولا في المجالس الاقليميه والجهويه. حنا كنا كنتسناو واحد الفتره داز واحد اللقاء في فاس راه كانت بدات العمليه والان جا واحد الوقت حيت لا ما جيتش ندق الباب انا اولا انا بغيت ندوي غير على راسي انا الاول الوحيد اللي خاصني ما نبقاش نشوف الاتحاد بانني انا هذا عبد ربي اللي كان معتقل انا والابن ديالي والبنات والولد ديالي على مقتل نائب برلمان ميرويز ولكن وليشاء الاقدار اللي كان اسفلي ولو واحد الا جوج الناس بلا ما جبت الاسماء ديالهم مكتب سياسي حتى شي واحد ما جا تسول فيا ولكني انا الاتحاد السوري انا هو الاتحاد السوري ماشي هما جوج ناس من المكتب السياسي كيف يعقل انا مؤسس ولله الحمد الحقيقه بانت دزنا في البسيج دزنا في الفرقه الوطنيه دزنا في الولايه ديال الامن انا وولادي حتى واحد ما شافني انا اللي خصني نهرب منه ولكن انا في الحزب ما نطلقش من الحزب كما قال الاخ حنا ما عندناش حتى مع شي واحد حنا اللي بغى يكون لكن المسؤوليه امام الله وامام الحزب سيدنا الخطاب ديال عيد العرش راه واضح وما نبقاوش راجعين كاين حنا شي مسؤولين كاع ديال الحزاب كما قال ندوي على كل شيء الحزاب ما بغاش شي واحد يدوي على المشكله ديال الحسيمه ولا يدخلوا ويصالحوا ذات البين حنا يلاه بالك خاصو يقلب على راسو المخيمات الصيفيه ضرب هذه حنا راعين حنا ولكن ما نفرطوش حنا ناس عقلاء حنا ناس كنبداو بواحد وانا اكيد غادي نساليو بالف والف مناضلين ديال الاحزاب راك شفتو حتى الانتخابات راه الشعب زعف ما بقاش باغي كاع يصوت ما بقاش باغي يطيق فينا الا اللي عنده شي عائله ولا صحابه ولا عائلات ولا شي حاجه دابا بنادم ما بقاش شوف الانتخابات الاخيره حنا الجزئيه دازت حتى الخمسه ديال العشيه المدينه ديال الصفات قداش 3% الا جماعات ولا اللي عندهم اصدقاء مشات ما بقى حتى شي واحد ما بقاش يطيق دابا علاش هاد الناس مسؤوليه كما قال سيدنا قد بها ما قديتيش بها وقدم السكر شكون بزز عليه وحايد خلي واحد اخر يدخل بغينا نقيسوا واحد اخر حنا ما كنقولوش غادي نحيدوا فلان حنا علي بغى المسؤوليه اللي قد بها اللي ما بغاش يخلي المناضلين ويمشي بحال حنا عمرنا ما اجتمعنا تنهار المقر دابا اش يمشي عند مشط واش مع المقر مع الدول ما يدور مع حتى واحد وحنا ما فارغينش اليوم حنا راه كنعملوا كنديروا السياسه في المناطق ديالنا حنا راه الا بغينا 7000 كنوجدوا 7000 قالوا 10000 كنجيبوا 10000 ماشي كنقولوا الفور حنا في البرلمان راجلنا حنا عاود تكلاسينا حنا تروازيام بزز بل بكل شيء بجميع الوسائل تم العصا تخدم ولكن والناس ما كيزازيوكش حتى شويه ما كاينش اللي كيهز والو دابا الان انا جوج ناس كيتعاملوا معنا في التليفون جوج من المكتب السياسي شي الاخر دوي مع شي واحد والله لي جوك وحنا حنا ما محتاجينه وشكرا هي دابا حيت الاخ سول واش ما تاخرناش حنا ما تاخرناش علاش لان هذه راه مرحله من بين مراحل محطه من المحطات السابقه كانت دارت واحد التحرك مباشره مورا المؤتمر الشباب داروا مجموعه ديال التحركات ومع الاسف الشديد انه راه ما كانتش استجابه لانه طلبنا غير اللقاء ديال الامين العام لقاء ديال القيادات الشبابيه مع الامين العام طالبنا وعاودنا طالبنا وعاودنا طالبنا والحمد لله استعان الله سيدي ما تلاقينا بالنسبه للتدمر راه وصل الجميع المناضلين مختلف الجهات والاقاليم متدمرين من هذه الوضعيه الشباب والنساء متدمرين ايضا من هذه الوضعيه ورافضينها البرلمانيين ايضا وغادي نعطيكم الدليل ديال التدمر البرلماني
هو انه اللقاء الاخير اللي دار قبل شهر تقريبا، دار لقاء ديال الاغلبيه، برلمانيين ديال الاغلبيه، دار لقاء بيناتهم. شحال حضر الاتحاد الدستوري؟ ثلاثه ديال البرلمانيين. جوج فما الاخوان صحوا لي راه غير جوج اللي حضروا من الاتحاد الدستوري، من 19 البرلماني يعني 19 عضو مجلس النواب حضروا ثلاثه او جوج، وما حضر حتى شي واحد من مجلس المستشارين. علاش؟ لانه حتى التواصل معهم ما كاينش، شنو التكليف موظف كيتصل بهم في اخر لحظه. حصيله ديال الحكومه. وفي الحصيله ديال الحكومه. جوج غيبطلوا. الجميع متدمر من هذا عدم التواصل وهذا التهميش وهذا الاقصاء، منتخبين وغير منتخبين، شباب ونساء، الجميع يرفضوا هذه الوضعيه. ولكن الامين العام ما مساليش انه يسير الحزب، يفوض تسير النائب الاول ديالو، وحنا ديك الساعه نتحاسبوا معاهم. علاش كاين جهاز ديال الوفد السياسي ككل اللي فيه وصل دابا 33؟ علاش هذا الامين العام عنده النواب ديالو؟ علاش درنا لهم درنا النواب ديال الامين؟ راه عنده النائب الاول، عنده النائب الثاني. عطي النائب ديالك الاول الصلاحيات ديال التسيير، وديك الساعه نتحاسبوا معاه. ما بقيناش نهضروا مع الامين العام، نتحاسبوا مع ذاك السيد الا ما داش الواجب ديالو وما داش. هذا هو المنظر، ماشي حنا ما تنقولوش لهاد الناس سيروا بحالكم وحنا ما غاديينش بحالنا، ولكن اما نديو الواجب ديالنا كلنا، واللي ما بغاش يدي الواجب ديالو يمشي. هذا حزب سياسي ما ديال الدواعي، هذا ديال المناضلين وديال المناضلات، ما ديال الدواعي. وحنا ما قاصرينش، حنا مسؤولين وقادين شغلنا ومستعدين حتى للقياده الا كان، وعرفنا اش بغينا نديرو وكنعرفوا اش بغينا نديرو. وهذه مجرد خطوه وهناك خطوات اخرى، لانه مع الاسف الشديد الا ما كانتش الاستجابه مع المناضلات والمناضلين، هذه راه ما بقاتش قياده، راه المشروعيه ديال القياده السياسيه راه تاتي من المناضلات والمناضلين اللي ما كاينين. الا انت ما كتواصلش معاهم راه ما عندكش فين غتجيب المشروعيه ديالك. القاعده هي الحزب. واش دابا قلتوا حنا كنتسناو حتى المؤتمر ونبداو كنعمروا الكيران؟ هذه اساليب اكل عليها الدهر وشارب، مابقاتش خدامه. ونجيو نعمروا المؤتمر وناكلوا الناس ونحطوا لهم التباصل وكذا ياكلوهم ولا يدبزوا بهم ونفرقوا الجوقه. ولكن لا، راه بغينا مناضلين حقيقيين. انا كنبغي ملي نمشي للمؤتمر ديال الحزب كندير هكا، كنعرف واحد العدد كثير ديال هذوك الناس وكيعرفوني، ماشي كنعرف 10% و 90% انا ما عمري شفتها. ويجي مؤتمر اخر وتشوف ثاني ناس اخرين، ما معنى الهيكله وما معنى التاثير؟ راه هي هذه، ودي يكونوا عندك مناضلين كنتواصلوا مع بعضياتنا في جميع الجهات. وهذا هو اللي درنا حنا، هو تواصلنا مع بعضياتنا وكنديروا تحركات. ودابا حنا وصلنا لهذ الخطوه اللي هي كتعتبر خطوه متقدمه، ولكنها خطوه اوليه فقط، مازال جاي الخطوات. ما غاديش ناخذ القرار ونقول لكم شنو هما الخطوات، لان القرار يؤخذ جماعه من طرف الاخوان. غادي نشوفوا من بعد الا ما تمش الاستجابه في واحد الاجل معين غادي نحددوه، غادي نشوفوا شنو هي الخطوه الثانيه اللي غندوزو ليها، والثالثه والعاشره، ولن نتوقف. والعقد المجلس الوطني، نحن سنعمل على عقد دوره المجلس الوطني بكافه الاساليب الممكنه باش ما بقاو غادي ينعقد المجلس الوطني. سيدي ابراهيم، سيدي ابراهيم، هذه صرخه، هذه صرخه من مدينه الرباط بقله. نعم، مش احنا كنهضروا وطنيه. لا، غير حتى السي كريم يفهم بان سيقول صرخه ديال التجمع على المستوى الوطني من مدينه الرباط. اقول صرخه لانه نجتمع الان في مدينه الرباط، لا اقول اقليميا او لا محليا حتى لا تفهم، وانما الصحفيين يعاون ما اقول، وتقول بان صرخه اجتمعت فيها مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال الاقاليم فقط لنصروا. هاد الصرخه تليها كما قال الاخ مجموعه من المحطات، تليها مجموعه من المعارك تابعه لمعارك، هاد المعارك اللي يجيو استثمار. الان كنقولوا بانه حنا بالنسبه لنا القادم، شنو هو القادم؟ حنا في غياب القادم انه نتحالف، اذا التحالف نتحالف مع غول. هاد الغول خدام في واحد استراتيجيه معينه ونتآكل. هاد التآكل اللي المفروض على الاقل نحسنوا انفسنا، لان غدا يمكن ما نكونوش. نقول الحزب الاتحاد السوري الا ما قامش وما رجعش للحزب كما كان في عهد التاسيس ديالو، مرجعيات ديال التاسيس، انا اقول بانه القادم ما وقعنا افق، حنا نتخوف من الافق. وبالتالي كنقول بانه هذا الحزب كنقول اللي ما خدامش راه ما خدامش،
اللي خصو يمشي بحاله خصو يمشي بحاله. حنا ما عندنا حتى مشاعر. المكتب السياسي لا يشتغل يقولوا لي صافي ارحل فقط ارحل ارحل. وصل انه المسلمون يقولوا ارحل. شكرا. اللي مفروض في منتصف ماي 2019 عفوا منتصف سنة 2019 غادي يخص الدار مؤتمر وطني من اجل انتخاب امين عام. شحال باقي لنا دابا لنفطر هذا؟ ما بقى لنا والو. فينا هي الحصيله ديال الامين العام اللي غادي يقدم لنا دابا في المؤتمر؟ راه اقول راه دازت اكثر من نصف الولايه بدون شيء يذكر باستثناء التدبير ديال المحطه الانتخابيه ديال الجماعيه ومن بعد التدبير ديال المحطه الانتخابيه ديال الانتخابات التشريعيه الاخيره. هادشي اللي كاين السؤال كاين هي الحصيله. هاد العشرات المقرات على الصعيد الوطني اللي كتخلص الثومة الكرائية ديالهم، عشرات ديال الموظفين، وكاين الناس اللي حتى ما تخلصوش كاع من هاد الموظفين. فين التدبير المالي ديال الحزب أيضا؟ شكون اللي كيديرو وشكون اللي مسؤول عليه؟ علاش حنا حالين هاد المقرات هادي كيتخلصوا ولا ما كيتخلصوش ما عرفتش واحد، ومع ذلك ما كنديرو فيهم حتى شي حاجة؟ الأقر ديال الحزب خصو يكون فيه نشاط، ولا ما تحركتش جهه ولا الاقليم ما فيهاش تحرك ما فيهاش نشاط، القياده مسؤوليتها انها تدخل وتشوف اشنو واقع تما، اشنو خاص هذيك المنطقه، اشنو خاص هذيك الجهه. اذا هذو هما الاسئله اللي كنطرحوها حنا، راه هذا هو الجمود. اذا كان شي تعريف خصو يدار للجمود في القاموس في الديكسيونير مازال يدار فيه ما يقع الان داخل الاتحاد. استاذ